أقيمت بمحافظة قنا ندوة لتوعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية، وذلك بالتعاون بين الجبهة الدبلوماسية المصرية بقنا ووزارة الشباب والرياضة، وبحضور ممثلين لوزارة الشباب والرياضة والجبهة المصرية وشباب محافظة قنا من مختلف الأعمار. إليكم متابعة الزميل مصطفى خليفة. نظمت الجبهة الدبلوماسية المصرية بقنا ندوة بعنوان أهمية المشاركة السياسية وتأثيرها على الأمن القومي، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث تناولت الندوة أهمية دور الشباب في تعزيز الأمن القومي والهوية الوطنية وطرق الحفاظ والدفاع عن الوطن، بالإضافة إلى المشاركة السياسية والتأثير في مختلف جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. احنا النهارده موجودين، طبعا احنا عارفين احنا داخلين على استحقاقات سياسيه قادمه وهي انتخابات الرئاسه، فطبعا من دور الوزارات والهيئات والمؤسسات والكيانات هو توعيه او زياده الوعي الخاص بالاستحقاقات السياسيه لدى الشباب. ومن ضمن الوزارات وزاره الشباب والرياضه اللي بتعمل تحت مظلتها الجبهه الدبلوماسيه المصريه، هنا في قنا منسق نادي محمد عبد العزيز ورئيس الجبهه الاستاذ الكابتن فاطمه عبد العزيز، بيحضر النهارده او بينفذوا ندوه اعتقد ان هو تم تنفيذها على مستوى الجمهوريه، وهي اهميه المشاركه السياسيه للشباب وتاثيرها على الامن القومي. حاولوا هنا كجبهه في محافظه قنا ان هم يغطوا العنوان بصفه دايمه او العنوان كله مع بعضه، وجابوا حد يتكلم عن الشباب وحد يتكلم عن الامن القومي. الامن القومي ينقسم لشقين، الامن القومي المصري والامن القومي العربي. الامن القومي عموما ليه ثلاث مخاطر: الامن المائي، الامن القومي الداخلي، الامن القومي الخارجي. الامن المائي طبعا ده هو اخطر حاجه، هو الامن المائي ده هو اللي احنا شايفينه من اول 2011 لحد النهارده، مشكله صد النار اللي بدات سوريا بعد ثورات الربيع العربي للاسف اللي تمت ثاني يوم من الثوره، بدأ يشتغل في بناء سد النهر اللي ما عارفينش يبنوه، كان من سنه 50 استغلوا الثوره وبنوا السد، طبعا دخلنا في مشاكل، ولكن مصر لن تتهاون انها تاخد قصتها كامله من نهر النيل. ومصر والسودان عاملين اتفاقيه سنه 59 وقبل كده مع بريطانيا سنه 29 ان احنا من حقنا كدوله زي مصر ان احنا نعارض اي مشاريع تقام في دول طول النيل اللي هم كانوا تسعه ونيل دلوقتي 11، وده بالنسبه للامن النيل. مبادره من ضمن المبادرات اللي بتنفذها وزاره الشباب والرياضه. وزاره الشباب والرياضه بتهتم جدا بالشباب وبتوفر فرص كثيره للمشاركه بشكل عام في الحياه الاجتماعيه والحياه السياسيه وغيره. الندوه النهارده بتتعلق بفكره مشاركه الشباب في الحياه السياسيه. مهم جدا الشباب يكونوا عارفين ايه دورهم، ايه الحق والواجب اللي عليهم، برضو ايه القنوات الشرعيه اللي تقدروا منها يشاركوا بشكل عام في السياسه بشكل عام. يعني كمان احنا في الوزاره بنقدم برامج كتاب تثقيفيه زي برنامج الشباب، زي محاكاه مجلس الشيوخ وغيره وغيره من البرامج. الهدف دي كلها منها ان احنا بنعمل رفع وعي الشباب تجاه السياسه بشكل عام، وازاي يقدروا يشاركوا مشاركه سياسيه بالطرق والقنوات الشرعيه ده. طبعا النهارده كلنا مبسوطين جدا ان احنا جينا بحاجه يعني موقف زي ده من الجبهه المنظمه للشباب، دي حاجه طبعا بتفرحنا جدا وتبسطنا جدا. لازم توعيه للشباب، الشباب هو اساس الامه، هو التوعيه اي حاجه بتبقى مبنيه في الوطن في المستقبل لازم اول حاجه بنعملها تاسيس الشباب الصح. الدور السياسي للشباب هو اللي بيقوم عليه اي ادوار في الدوله بعد كده في الكيانات او اي حاجه بتقوم في الدوله. طبعا احنا النهارده مبسوطين جدا ان احنا موجودين كشباب، الندوه معموله عشان احنا، عشان توعيتنا، عشان الفهم يزيد، عشان الشباب يبقى عنده الوعي الكافي بوطنه ودور وطنه. المشاركه السياسيه دي حاجه مهمه جدا للشباب، ان الشاب النهارده هو لسه عنده 19 او 20 او 25 سنه، ما يبقاش فكره محدود او مقتصر على حاجه معينه بس في الدوله، لا، الدوله لازم فكرها الاول والاساسي والقائم على الشباب. توعيه الشباب ده دور مهم جدا، طبعا رؤيه مصر 2030 قائمه من اولها لاخرها الشباب. تابعت لكم فعاليات الندوه التي نظمتها الجبهه الدبلوماسيه المصريه بمحافظه قنا بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه. مصطفى خليفه ومنتصر لطفي لقناه طيبه.